بعد شارة البداية في الجزء الثاني من خلال صفيرة الحكم يسري بوعلي. معز بن شريفية، يبل مباركي، خليل شمام، شمس الدين الثوادي، جنب القروي الفرجاني، سيسي، غيلان الشعلالي، سعد بكير لهجوم الترجي. سعد بكير، بكير ممكن من أفضل المقابلات اللي قاعد يعمل فيها بكير هذا الموسم مع الترجي. ونيسان بدري يحاول يهرب بالخير وبالراس من الكرة الطويلة، ريفيكي بعيد عليه. الفريقي برشا أمور إلى حد الآن ماهيش واضحة وماهيش ماشية في التركيبة نتاع شهاب الليلي. وهذه كرة لصابر خليفة، كرة التعادل، لكن ريفيكي يضيع الأبرز في كرة القدم التونسية. وهذا ريفيكي مات بالراس، صابر خليفة يدخل خليفة في هذا الحوار والديال مع طه ياسين بعد تقريبا 9 دقائق لعب. هذه كرة صابر خليفة والمطالبة بمخالفة، وبعلي يعطي لافونتاج وخل ما فما حد شيء، كتف بكتف مع إيهاب البارك بعد مباراة مستقبل كابس ومباراة النادي الصفاقسي. الاثنين كان خسر فيهم واحد بلاش، 54-1. وهذه كرة من الفرجاني، يصوب الفرجاني، تضرب في الدفاع وترجع، والبدري كرة أخرى يدخل أسامة الدراجي مكان المنوبي الحداد. الحداد اللي ما عمل شيء وما عطى شيء وما قدم بدري مع الفرجاني ساسي. الفرجاني عندما يريد تصعيد نسق المباراة يساعد، عندما يريد أن يحافظ على النسق نفسه يخليه. والبدري، بدري، 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 أنيس البدري، جول للترجي، الهدف الثاني. برشا صنعة، برشا ذكاء، برشا فنيات في هذا الهدف الثاني للترجي في الدقيقة 21 تقريبا، نفس هدف توقيت الشوط الأول لهدف سعد بكير. أنيس البدري يضعف النتيجة للترجي الرياضي التونسي ويسجل ثاني أهدافه في الدربيات بعد 30 أكتوبر 2016 في المباراة اللي فات 1-1. شوف البدري اش عمل، حل ثقل وشاط بداخل الساق اليمنى. أنيس البدري يحط كرة في القائمة الثانية على فخر الدين الجزيري لخاسي العياتي. العياتي خاسي مع أسامة الدراجي، 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 أسامة، أسامة يلوش ما لقاش الحل. أسامة الدراجي في وسط الميدان يحاول يرفع الكرة، والتدخل من خليل شمام ومتسلل لبرايين. هذه الكرة من أسامة شكر عليه، طه ياسين الخميسي مع الجزيري ياخذها مدافع النادي الافريقي، يخرج بها الجزيري، الجزيري مع روزيكي، روزيكي، روزيكي يحاول يعطي كره لصابر خليفه، خليفه، صابر، صابر خليفه يحاول التوزيع وهدف تبديل الفارق. ابراهيم الشنيحي، صابر خليفه في التمهيد والشنيحي، جميل جدا هدف النادي الافريقي بين ساقين معز بن شريفيه. الجزائر شناحي 7 أهداف وهذا الموسم، يعاود المباراة لنقطة البداية، يعاود يرجع النادي الافريقي في اللقاء. الجزيري باسور، ريزيكي في التمهيد يعطي لصابر خليفة، خليفة في ثاني تمريرة حاسمة بعد البونتو تاع ريزيكي ضد النادي الصفاقسي. الشناحي، الشناحي متمركز مليح بين ساقين معز بن شريفية، هدف الجزائري الشناحي 2-1. الدربي يعود من جديد، 26 دقيقة لعب في الشوط الثاني. جدار الدفاع وسعد بكير يحاول التنفيذ، ابداع من فاروق بن مصطفى. بعد السي اس اس الترجي اليوم كره من فرجاني ساسي، انيس البدري، البدري تاع ياسين الخليسي ما فماش تسلل، يخرج فاروق بن مصطفى، يتصدى فاروق بن مصطفى، لكن خليل شمام يفتك هذه الكره، يلقى صعوبه في التجاوز. وكره من خيلان الشعلالي، الشعلالي بكره لفخر الدين بن يوسف، فخر الدين كره للترجي، الترجي، فخر الدين وفاروق بن مصطفى. مكان وسام بن يحيى، عصام في أول مباراة رسمية مع التدخين لمختار بالخيثر، مختار، مختار بالخيثر يلوش على أسامة الدراجي، يلقى أسامة تمشي لغزل العيادي، العيادي، غزل العيادي يحاول بلمسة لسليمان الكشوك على اليسار، التوزيع صابر خليفة، يصوب خليفة وبن شريفية يتصدى. 26 في هذا الشوط الثاني، كرة طويلة، روزيكي، صابر خليفة، روزيكي، النادي الإفريقي في الهجوم مازال لم
الأسد الإفريقي وكورة إبراهيم الشناعي. ماذا يفعل؟ كم سيضيف الحكم يسري بوعلي؟ هذا روزيكي على مستوى التوزيع وما فماش تسلل واضحة للصورة. يبقى إبراهيم في التأمين. كورة وحوار بين خليفة وهشام بن قروي. خزيان العيادي يرفع الكورة العيادي وعلي الجمل الجمل بما حمل في هذه الكرة يخرجها للركنية على الركنية الأولى للنادي الإفريقي في المباراة. كانت مخادعة غدارة من خازي العيادي ومعز بن شريفية. يصرف عليه نهاية المباراة.